متتبعين قناة ماسانك تيفي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من لايت مايك. اليوم خرجنا للشارع العام باش نسولوا الناس واش هما مع ولا ضد التجميل. اجيو معنا، قولي يا اختي، انت مع التجميل ولا ضد التجميل؟ صراحة انا مع التجميل. الا كان البنادم محتاج للتجميل علاش لا، ولا كانت لا بوسيبيليتي وعنده فلوس وبغى يبدل شي حاجة اللي كانت مديرونجيا في وجهه، بوكو با. جونغ انا بيرسونيلمون دايرة بوتوكس حيت كانت كتبان ليا شوية ديال السنان ديالي ماكش كنبغيهم. جو تروف سا نورمال، انا ما كانش شي حاجة عجباني علاش لي ما نبدلهاش، دونك انا جو سوي افيك. ضد التجميل ولكن معاه او ميم طون، ما عنديش مشكل. وشرح لينا هادي ما فهمناش. يعني شنقول لك، على حسب بنادم داكشي اللي بغى يديرو في راسو يديرو في راسو، ما عنديش انا مشكل. ما دام اننا نحسن نسل الحيوان والدواجن والدواب كذلك، لا ضير في ان يحسن الانسان من هيئته ومن خلقته. هذه مسائل مشروعه اصبحت بين يدي العلم وليس باراده اي شخص. بالنسبه لي خلق الله زوين اصلا، كسوا دري ولا دريه، دونك ما كاين لاش زعما دير عمليات باش تجمل راسك ولا تستعمل دي برودوي بزاف بزاف باش تجمل راسك. هادشي اللي انا مع التجميل بالنسبه لي، حيت كاين بنادم على حساب الحريه ديالو، كاين اللي كيبغي يبدل في وجهه شي حاجه، كاين اللي كيبغي كاين اللي ما عاجبوش راسو كيبغي يبدلو، كاين اللي زوينه كيعجبها راسها كتبقى مخليه راسها بحال هكا، كتقدر تبدل حالك ربي يخليك الزين تعويناتك الزينين. المهم كتقدر تبدل شي حاجه في اللوك ديالها، مثلا بالنسبه دوك اللي ما كتكون عندهم شي حاجه ناقصه بغا يزيدوها ماشي مشكل، يعني كتبقى حريه التعبير ديالهم. انت الا جاتك الفرصه باش تبدلي شي حاجه في الشكل ديالك واش بغيتي تبدليها؟ نقدر نبدل شي حاجه، نقول علاش مثلا في الشعر نقدر نزيد الشعر شويه حيت ناقص ليا شي اللي كاين صافي غير الشعر ياك. شويه الحناك. لا خليك فحال هكا زوينه، ما محتاجاش التجميل، نبدلو شويه ونعرفو شي حاجه جديده اخرى. لا الصراحه فيها شويه ديال لاكني، نقدر نحيدها بشي تريتمون لي من غير كور اكني ولا شي حاجه بحال هكا، مي ابارامون ما في لو كور ديالي كيعجبني راسي، ما باغيش نبدل حتى شي حاجه. مع اني قمت بعمليات جراحيه كثيره، احمد نفسي على ما وهبني الله، فقد قبست من امي واسعفني ابي بحظ من القبول، فانا اشكر نعمته ووصلت لهذا السن، لم يبقى عندي رغبه للغوايه بوغ سيدويغ افون سيتي بوسيبل، مانتونون جو مي سون اكيليبغي. الاستاذ مصطفى نيلي كاتب عربي مغربي. تبارك الله عليك، واخا كبرتي مازال زوين، عطي العين. ذلك بعناية نفسي بي انا 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 مش مصطفى نيري مشروع نفسي. لا ما نبدلش، معقد من حتى شي حاجه. لا ما معقد من حتى شي حاجه، الحمد لله هو هذاك ناضي. نو الحمد لله هو هذاك. انا حتى ملي كنمشي عند الحجام كيقول لك دير ماسك، ما كنديروش، ما كاين لاش ما فيلتري فاري. مقتنع براسك كيف ما انت مقتنع براسك كما هذاك، وما كرهتش كل الناس كاملين يقتنعوا براسهم غيشوفوا بانهم يقدروا يدوزوا لحوايج اخرين، الا بقاو داينه غير في الفيزيك ديالهم ما غيوصلوش لشي حاجه. شنو الرساله اللي تبغي توجه للناس اللي كيبغيو يديروا التجميل ولكن كيخافوا من هضره الناس؟ اللي كيخافوا من هضره الناس ما الا كان اي باسومي لا سوم سينو ما يديرش. صراحة إلا كنتو مقتنعيش بشي حاجة في وجهكم وبغيتو تبدلوها، هذاك لو كور ديالك أنت الوحيد اللي كتحكم فيه، حتى شي واحد ما يقدر يتحكم فيك، حتى شي واحد ما من حقه أصلا يتحكم لك في لو كور ديالك. أنت ما مقتنعش بواحد الحاجة وبغيتي تبدلها بدلها. تكيسو سيتو. ولا كلهم كيتشافوا؟ شوية غاديين وكي ما نقولش دراري ولا درياش، مي اون جينيرال بحال كتولي نفس البرودوي اون كرو، الوغ كاملين عندنا زعما كاملين اونيك، كاملين عندنا شي تخسيره تقدر تزينك، شي با شي لعيبه بحال هكا. اكزاكتومون، خصنا نبقاو بحال هكا جو بونس. دونك انا كونتر التجميل. كنقول لهم بلي داكشي كيبقى حريه التعبير ديالهم، اي واحد تيبغى يدير شي حاجه ما زعما ماشي يبقى يقول لا راه ما خاصش ندير، راه كاين المجتمع تيهضر، كيبقى حريه التعبير ديالو. كيف ما شفتوا معنا كانت هذه اراء الناس في الشارع المغربي، كاين اللي مع التجميل وكاين اللي ضد التجميل، وكاين اللي قال لنا من الاحسن نخليو خلق الله على طبيعته، وحتى انا رايي منهم. تلاقاو في حلقه جديده من لايت مايك على ماسانك تيفي، تهلاو.
إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma